مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي المنوع بعيدا عن السياسة. شهدت مدينة إسطنبول ولادة بطريق قطبي من صنف جينتو، ليكون بذلك أول بطريق يبصر النور في تركيا. وكانت إدارة أكواريوم إسطنبول قد تبنت بطريقين قطبيين من صنف جينتو النادر والمهدد بالانقراض حول العالم، وجلبته عام 2016 من أكواريوم فالنسيا في إسبانيا، ليضع أحد البطريقين صغيره البالغ من الوزن 100 غرام. هذا ونال البطريق الصغير لقب أول بطريق يبصر النور في تركيا، ليمنح لاحقا الجنسية التركية. تخطط شركة ناشئة جديدة لإرسال السياح إلى آفاق جديدة من خلال نقلهم إلى 10,000 قدم داخل طبقة الستراتوسفير في كبسولة مضغوطة متصلة ببالون ضخم، والتي يمكن أن تضم طياراً وثمانية ركاب ومقاعد وحمام ونوافذ وثلاجة صغيرة ونوافذ ضخمة تسمح بإطلالات رائعة على الأرض. بدأت تركيا باختبار أول قطار كهربائي محلي الصنع في ولاية سكاريا غربي البلاد. وشارك في حفل الاختبار وزير النقل والبنى التحتية عادل قراسماعيل أغلو ووزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى أورانك. يذكر أن القطار الكهربائي صنع بإمكانات محلية تركية في مصنع توفاساتش بولاية سكاريا، ومن المنتظر يدخل القطار الجديد حيز الخدمة نهاية عام الحالي 2020. في وقت يشهد جدلاً بشأن إنشاءات غير قانونية تنفذها شركات غربية في مناطق الساحل المحمية، أطلق مسلمو سنغال حملة تشجير بهدف حماية الشواطئ. إذ قام مصلون سنغاليون بغرس شتلات للنخيل ونباتات أخرى في المساحات الخالية حول مسجد الإلهيات قرب شواطئ المحيط الأطلسي بالعاصمة داكار، والتي تستمد جمالها من شواطئها المفتوحة للعامة. قامت شركة تركية منتجة للكمامات الطبية بابتكار كمامات تخفف من تأثير درجات الحرارة خلال فصل الصيف بواسطة استخدام تطبيق كيميائي يطلق عليه البرودة المنعشة. وتتميز هذه الكمامات التي تنتجها الشركة بأنها تسهل التنفس ويمكن غسلها بالماء، وتمنح المستخدم إحساسا بالبرودة لتميزها بخاصية البرودة المنعشة، فضلا عن أن الأقمشة المستخدمة في إنتاج الكمامات الطبية تتوافق مع توصيات منظمة الصحة العالمية. شهدت العاصمة البلغارية صوفيا إقامة مراسيم ختم للقرآن الكريم لأول مرة منذ 70 عاما، وتخللت المراسيم التي أقيمت في حديقة بالقرب من جامع بانيا باشي الوحيد في صوفيا تلاوة 17 طالبا للقرآن بعد أن ختموه حفظا. وشهدت المراسيم أيضا تلاوة الأدعية وقراءة الأشعار من طلاب معهد لتحفيظ القرآن. أطلق قضاء هافيك بولاية سيواس التركية مشروع المكتبات المتنقلة لتعزيز عادة القراءة بين السكان.
وفي هذا الإطار خصصت قائم مقامية هافك 5 مكتبات متنقلة، ووضعتها في المستشفيات والمساجد ومحطات الحافلات وأماكن التنزه وبعض المؤسسات الرسمية. ويستهدف المشروع تأمين قراءة المواطنين للكتب في أوقات فراغهم في أثناء انتظارهم في المستشفيات والمساجد والمتنزهات ومحطات الحافلات. يرجى من مشاهدي قناة الرافدين الفضائية استقبال بث القناة على التردد 10727 أفقي وعلى مدار القمر نايلسات. يشكل مسجد الذكرى في جزيرة جاوا الأندونيسية مثالاً بارزاً للمساجد الصديقة للبيئة التي تهدف إلى خلق الوعي لدى المجتمع بأهمية ترشيد استخدام الموارد الطبيعية وحماية البيئة. ويندرج المسجد الواقع في مدينة بوغور بمنطقة سنتول ضمن مشروع لإنشاء مساجد مماثلة في مختلف مناطق البلاد تحت إشراف مجلس العلماء الأندونيسي وبدعم من حكومة جاكرتا. ويعيد المسجد تدوير المياه والنفايات منذ إنشائه في عام 2016، وتحيط به مساحة خضراء واسعة ليكون بذلك أحد المساجد الرائدة في حماية البيئة. ويحتوي المسجد على نظام لتنقية مياه الأمطار وإعادة تدوير المياه المستخدمة من أجل حاجات الوضوء والطبخ وغيرها، إضافة إلى نظام آخر خاص بإنتاج الغاز من النفايات العضوية. من جهة أخرى، فإن المسجد يتطرق من خلال الدروس الدينية إلى ضرورة الحفاظ على البيئة ومنع الإسراف في استخدام مواردها. وقال خطيب خليل رئيس وقف المسجد إن المسجد يعد صديقا للبيئة ويراعي قواعد حمايتها، وأنه يعيد عبر نظام تنقية المياه تدوير نحو 41,000 لتر من مياه الأمطار خلال موسم تساقطها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتكلم في حلقة اليوم عن أهم المفاهيم الطبية الخاطئة حول أمراض القلب. طبعا هناك مفاهيم للأسف طبية أو مفاهيم شعبية كتير خاطئة حول ما هي أمراض القلب وطريقة التشخيص، وسائل العلاج، حول الأدوية، حول طرق الوقاية. أهم شيء المريض يحاول قدر الإمكان يكون قريب من وسط طبي. المريض ما يعطي لنفسه وصفات طبية أو من جاره أو من أخوه أو من أي شيء. لا توجد حالة قلبية تشبه الحالة الأخرى. كل مريض يعتبر حالة قلبية منفردة. دواء الضغط للجار لا يجوز أن يأخذه المريض، أو دواء الأخ أو ما هنالك. ليس كل مرض، أهم شيء بالتعريف الأمراض القلبية، أمراض قلبية كلما نقول مريض قلب، ليس كل مرض قلب يشبه المرض القلب الآخر. فهناك تكون هناك أمراض قلبية خفيفة جدا ويجب أن لا يقال عنها أمراض، مثل تدلي الصمام التاجي أو الارتفاع الخفيف أو في الضغط الشرياني. المريض لا يعتبر مريض قلب، بينما هناك أمراض فعلا تعتبر أمراض قلب، كالإصابة بشرايين العضلة القلبية أو الدسامات أو قصور القلب. الأمر الثاني هو الأعراض. ليس كل ألم كما تكلمنا في حلقات أخرى، ليس كل ألم على الصدر هو ألم قلبي. الألم القلبي ليس ألم ناخز ولا يشار له بالإصبع ولا يأتي على الراحة عادة. الألم القلبي كما تكلمنا بمختصر هو ألم ضاغط عاصر ينتشر على مساحة كبيرة من الصدر، ينتشر إلى مناطق أخرى ويزداد بالجهد. هاي نقطة مهمة جدا، لأنه قد يأتيني مريض يقول دكتور أنا عندي ألم صدري، بس امشي أو اطلع درج برتاح، أو بس أطلع. هذا على الأغلب ليس مرض قلبي أو ليس عرض ناتج عن مرض قلبي. هناك مفاهيم خاطئة أخرى من ناحية وسائل التشخيص. فالمريض للأسف قد يقيس ضغطه هو لنفسه، أو يقيس ضغطه جاره أو صديقه، ويعتمد على هذا القياس ويكفي. قد يأخذ علاج لوحده أو يذهب للطبيب خائفا، ويقول الذي يأخذ الضغط أو الذي مؤهل أنه يقول لك أنه عندك ارتفاع توتر شرياني أو أنت مصاب بأمراض قلب هو طبيب القلب. هذا شغلة مهمة جدا جدا. طبعا هناك مفاهيم خاطئة في طريقة قياس الضغط. الطبيب يجب أن يشرح للمريض أو الممرضة أو أي حدا ملم في قياس الضغط، يشرح للمريض طريقة قياس الضغط. كتير بيجينا مرضى خايفين، طالع الضغط كتير عالي عندهم، لما نقيس لهم ضغطهم بيطلع ضغطهم كويس، ما في داعي للتوتر، لأنه كان طريقة القياس أو طريقة استعمال القياس الميزان الضغط كان خاطئا. هناك مفاهيم خاطئة في طريقة في تشخيص الأمراض، مثل مفاهيم العالم عن القسطرة. يعني مثلا احد الشغلات اللي تكلمنا عنها سابقا، القسطره وسيله تشخيصيه وليست علاجيه كمرحله اولى. طبعا تحول الى علاجيه اذا اردنا في مرحله ثانيه، وهي اجراء سهل ليس عمليه، لا يحتاج الى تخدير عام، المريض لا يحتاج الى النوم في المشفى، ولا يطلق عليها عمليه بمعنى كلمه العمليه. طبعا هناك مفاهيم خاطئه اخرى من ناحيه العادات الغذائيه، من ناحيه الرياضه، من ناحيه الشده النفسيه، من ناحية حتى التدخين. في كتير مرضى للأسف يجونا ويظنون أن التدخين ليس له علاقة بعوامل الخطورة الأخرى، أو يظن أنه إذا مصاب بالسكري ليس له علاقة بالقلب، أو يظن أنه السمنة وزيادة الوزن كمان ليس لها علاقة بالقلب. طبعا هي مفاهيم يجب أن تصلح، وخاصة في مرحلة الوقاية، لأنه المريض اللي بيعمل وقاية اللي عنده مفهوم صح لأمراض القلب والوقاية منها بالتأكيد سيؤخر أو يمنع الإصابة بأمراض القلب، خاصة عند المرضى اللي عنده عوامل خطورة. يعني المريض الذي يمارس الرياضة في وقت مبكر، في عمر مبكر، المريض الذي يضبط سكره كويس، المريض الذي لا يحافظ على وزن جيد وعلى حياة فيها نوع من الاسترخاء ويعمل مراقبة دورية لكوليسترول وشحوم الدم، بالتأكيد هذا مريض بإذن الله عرضته للإصابة بأمراض القلب وشرايين القلب والأوعية المحيطية أقل بكثير من المريض اللي عنده مفاهيم خاطئة وعنده إهمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.